الخير يا أختي. خير؟ أي خير اللي بيجي من وراك؟ إيش تبغى؟ في حاجة عايزة تقوليها لي يا لوجة هانم؟ في شي حاب أخبرك فيه؟ لا ما في شي. طب وإذا سألتك عن الحوالة؟ أنا عندي عيون في كل مكان، بس لسه ما قلتش لحد عن الترتيب الجديد. بس لو ما اتحركتش بسرعة هضطر أقول لمراتي. خلي صاحبتي برا الموضوع، وإذا في شيء أنا ندمانة عليه فندمانة على أني عرفتها عليك. وإذا كان عندك جاسوس داخل بيتي فهو حقير. وإيه رأيك لو قلتلك إنها جاسوسة؟ أنا بين صحابك وجوه بيتك، دوري بين صحباتك. إذا تفكر إنك تشككني في صحباتي فهذا بعدك، وإذا تفكر مرة ثانية إنك تهددني عيد التفكير يا مدحت. طب وبعدين؟ بس ليش ذكر صحباتي؟ هم أصلا ما يعرفوا عن الموضوع، ما أحد يعرف. معقول يكون الخبر اتسرب؟ لا 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 لا. بس صحباتي ليش صار لهم فترة مبينين؟ بس كيف؟ مرام؟ مرت أخوي وصاحبتي والإنجي أختي هيفا؟ لا هيفا أصلاً عمرها ما حبت مدحت. أجل مين؟ معقول أخوي مدحت حكى لمرام؟ لا كده بيكشف حاله، وصاحباتي يموتون علي، مستحيل يخونوني. بس راح أكشف الجاسوسة، هذا إذا مدحت مو كذاب. طيب كيف لو مدحت طبق مخططة؟ راح أنهان قدام الناس. لازم أعزم البنات على العشاء وأتفحصهم. بس كيف لو طلعت الجاسوسة بينهم؟ الحين ركزي على العزيمة يا لوجة. يا طباخ، يا خدم، يا لبيسة، وينكم؟ عندنا عشاء يوم الخميس لازم نحضر له. طباخي، خدم، لبيستي تعبانة ومرهقة وبدأ يبان على وجهي. بس لازم أشوف البنات. تردي ناس فاضية، راح أكشف من هي الجاسوسة ولا راح يحسوا. ألو؟ ألو؟